أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، نستطيع أن نجد لنا مكاناً آخر في الوطن، ونستطيع أن نصنع لنا عملاً آخر في الوطن، نستطيع أن نقبل الألم على أمل، ولكن لا نستطيع أن نقبل رحيل أطفالنا لأن أطفالنا هم بالنسبة لنا الوطن. Nous pouvons nous trouver une nouvelle place dans la nation. Nous pouvons adopter une nouvelle occupation. Nous pouvons supporter toutes les souffrances, même sans espoir. Mais nous ne pourrons jamais accepter l'exode ou le départ de nos enfants. Nos enfants sont notre futur. Bref. Ils sont la nation. نعزي سوريا ونعزي أنفسنا في الشهداء من أطفال المدارس الذين يستهدفون سواء كانوا في مدارسهم أو في طريقهم إلى مدارسهم. نصلي إلى الله ليجعل مثواهم الجنة ويصبر أهلهم وعائلاتهم. وهنا نسأل كيف نحمي أطفالنا. نعم نحن نتعرض إلى حرب كبيرة تستهدف عمق المجتمع السوري، والشهادة علينا حق، وجميعنا يتحلى بالإرادة ليس من أجل صمودنا، بل من أجل صمود سوريا، فبقاؤنا من بقاء سوريا. ولكن عندما نجد أن الحرب تطال أطفالنا، في مدارسهم وبطريقة ممنهجة، وهذا يتجاوز كل أنواع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، هذا يضعنا جميعاً أمام مسؤولياتنا، وهي مسؤولية الجميع في الداخل والخارج. وأطفالنا هم مسؤوليتنا ومسؤولية كل المنظمات الدولية التي تعمل من أجل حقوق الطفل في العالم. واليوم أصبح حق أطفالنا في الحياة قراراً يأخذه من خان وطنه وباع بلده ونفسه بأثمان رخيصة للمتاجرة بدماء السوريين والوطنيين. من أجل كل طفل سوري وكل مدرسة هي وطن لأبنائنا، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي نحملها، وحرصاً على حياة أطفالنا وأبنائنا، واحتراماً للرسالة التي يحتمها دورنا في حمايتهم، نبادر لنفسح مجالاً ومساحةً لأطفالنا للتعبير عن ألمهم وعن أملهم. ألمهم بفقدان صديقهم أو معلمتهم أو تدمير مدارسهم، ألمهم من كل أشكال الحرب التي تجاوزت كل الحدود حتى وصلت إلى الاستهداف في طفولتهم، وأملهم في مستقبل سوريا وفي وقف العنف واستعادة الدفء والحب والأمان ووطن السلام. ولذلك رسالة أطفالنا مفتوحة، عسى أن تصل أصواتهم إلينا فقد نكون مقصرين، وعسى أن تصل صرختهم إلى العالم لتهز الصمت وتوقظ الضمير العالمي.
الحقيقة رح أرجع كمان أخذ شوي من وقت الحفلة بس دقيقتين، لأنه بدي أشكر كل اللي ساهموا معنا اليوم. ما رح أخليها للآخر، يمكن في عالم تقدر أو تضطر إنها تغادرنا قبل بوقت، فواجبنا أنه نشكر كل اللي ساهموا اليوم معنا. كان بداية عمل لثقافة التشاركية حقيقية عنا، كان أكثر من 35 مدرسة مشاركة، فبتشكر كل المدارس. بس بالبداية بدي أتشكر المؤسسات والوزارات المعنية يلي كانت حوامل حقيقية للمشروع، من وزارة التربية ووزارة الثقافة والهيئة السورية لشؤون الأسرة، يلي فعلاً كانت جزء كتير كبير بالمشروع، قدرت تجمع لنا المعطيات كلها وتقدم لنا إياها لنقدر نعرف مؤسسات الدولة شو قدمت خلال المرحلة وشو عنا تقصير. يمكن اليوم منقدر نعرف تقصيرنا ولنقدر نخدم أهلنا وولادنا ونتحمل مسؤوليتنا بحمايتهم ونقدم كل الإجراءات. بدي أشكر كمان دار الأسد ومعهد سلحي الوادي يلي كانوا جزء من المشروع وقدموا كل الإمكانيات. بدي أشكر الجوقات يلي شاركت معنا، من جوقة الفرح وجوقة لونا حسام بريمو، كمان قدموا لنا كتير. من المدارس يلي قدمت أغاني وكورال، من الطلاب يلي قدموا لنا وقت، من الطلاب يلي قدموا لنا شغل كتير حلو رح نشوفه هلأ. بتشكر حضور البرلمانيين وبقول لهم نحن عنا صار شغل كتير بمجلس الشعب، في صندوق برا ما بعرف إذا الكل شافوه، كل واحد حابب يوجه رسالة لأي جهة بالداخل بيقدر يحطها فيه. نحن مسؤولين اليوم عن أنه نكون صلة وصل حقيقية بين المجتمع وبين كل مؤسسات الدولة، لازم نكون فاعلين ونكون عم نتحمل مسؤوليتنا بما فيه الكفاية لحتى نقدر فعلاً نأدي ولو شيء بسيط من اللي من الواجب يلي نحنا مفروض علينا. فبتشكر الكل، ما بعرف إذا نسيت حدا، إذا نسيت حدا ياريت تذكروني. مجموعة الشباب المتطوع لمجموعة نريد نؤمن نستطيع، بتشكر الكل يلي سهروا معي وقضوا أيام بلا شغلهم من الصبح للمساء، يلي اشتغلوا، يلي نزلوا على المدارس، يلي صوروا. الحقيقة بتشكر الكل لنقدر ننجح خطوة أولى. بقدر بقول إنه هي خطوة أولى، هي ما أنا فعالية فنية أبداً، هي تجربة اليوم لثقافة تشاركية، لعمل جماعي، يمكن طريق جديد للديمقراطية، لنقدر نسمع بعضنا، لنقدر نتعاون مع بعضنا، لنتحمل مسؤولياتنا المشتركة في الداخل ونحمل الخارج أيضاً مسؤولياته. بتشكر الكل على الحضور. معلش أنا بدي أعتذر كثير من إلا ما واحد يغلط شي غلطة، معلش يتحملونا. الحقيقة وقفت كل رجال الدين يلي كانت موجودة من بداية الأزمة بسوريا كانت وقفة حقيقية. فابتداء من سماحة المفتي، وكل رجال الدين المسيحي من البطركيات على كل أنواعه، وإن شاء الله بيوم من الأيام تكون وحدة. أنا اللي بدي أقوله يعني الحقيقة نتيجة الغلطة تبعيتي، بس يمكن فرصة لأقدر وصل رسالة فيها. نحن بمجتمع لا يزال مجتمع ديني، وبالتالي اليوم الدور والعبء كتير كبير على رجال الدين الواعين للمشاكل الحقيقية اللي عم يواجهها المجتمع. فنحن لازم نتساعد مع رجال الدين بالدور بالفكري يلي لازم يوصلوه، لأنه هنن عندهم شبكة حقيقية بتوصل من أعلى مستوى للمستويات يلي على الأرض، لرسائل واضحة ولفكر حقيقي نقدر نبنيه مع بعض. عنا تحدي كتير كبير على المستوى الفكري بسوريا، شو يعني الدين وشو يعني ثقافة الدين يلي لازم نمارسها
ما نتقيد بالأطر التقليدية فقط للدين وننسى علاقتنا مع الآخر. تشكر الكل. ليش ما غنيتوا؟ نحن ما بدنا نغني، بدنا نحكي. نحن كنا قاعدين، بعدين رفعت ايدي عشان جاوب للانسة، بعدين ما لقيت غير نزلت القذيفة، بعدين انا طلعت لقدام لقيت بس غبرة، طلعت لفوق بس لقيت دويرة وحداي طالعين، بعدين دغري ركضت. انا اول شيء كنت كتير خايفة بس صار الشيء طول وقت، يعني صرنا انه نزلنا لتحت وخفت كمان، يلي عم بيضربونا انا تذكروا انه انتم عم تضربوا اخواتكم. أنا اسمي جيسيكا جبارة، أنا كنت فوق بالصف وقت نزل الهاون ونحن كتير خفنا. أول شيء كنت خايفة يصير إنه تأذى كتير وأنا ورفقاتي، وخفت على رفقاتي وصرت صريخ لأني خايفة على أخي. أنا كتير بخاف على أخي كمان، وبتمنى إنه تهدى الأوضاع و حاجة سوريا. إنه المسك لأنه نحن بلدنا يعني وضع سيء وكتير ناس عم بتموت، وإنه كمان يعني بالمدرسة الناس الولاد الحادثة اللي صارت لهلأ هن خايفين وقاعدين ببيوتهم ما أجوا، وإنه يعني كمان ما عم تنقطع الكهرباء والمي وكل شيء، ما عم نقدر نحن نستفيد من شيء، وعم نخاف ونرتعب من هالناس هدول اللي عم بيدمروا بلدنا. يعني إنه كل المشكلة إنه هي بلدنا هو بوضع سيء وعم بيموت كل يوم يعني أشخاص كتيرة، يعني نحن بس بنطلب إنه بس يعني هدوا شوي لا يدمرونا بلدنا، نحن ما عملنا شيء. لازم وصل رسالة للعالم إنه في كتير أطفال متشردين وناس تهجروا من بيوتهم ووقفوا ما عادوا راحوا على المدرسة، لازم نرجعهم للمدرسة. نحن عشنا حالة رعب حقيقية وقت اللي صار الضرب على المدرسة، لازم نرجع الأطفال للمدرسة، لازم نرجع نداوم يرجع الأمان لسوريا. أنا بحب وصل رسالة للناس إنه لازم نكون إيد واحدة لحتى نرجع الأمان لبلدنا لوطننا سوريا، وبتمنى من كل شخص انه يقدم اللي بيقدر عليه لحتى يرجع بطننا سوريا مثل ما كانوا احسن. طيب بهي القذيفه اللي نزلت مدرسه يوحنا الدمشقي، شو ذنبوا الاطفال حتى يتأذوا وما بقى ياخذوا الدروس؟
بس يعني انه اذا بدكم تحاربوا طيب حاربوا برات سوريا، ليه بقلب سوريا؟ عمي مات من اسبوع تقريبا، استشهد بطريق حرس تقنسو، عنده ابن عمره سنه ونص. طب هو شو دخله؟ شو دخله ابنه؟ ما انا مساوي شيء. طول عمره كان يوقف جنب امه. طب هو شو دخله؟ ما فقدت خالي، بس خالي سافر على السويد وما عندي غيره خالي. وليش سافر؟ خاف من ال... لأنه هو دخلت شخصية بالسيارة وبيته. ايه انا خفت. طيب. انا خفت على رفقاتي، وبعدين انا بس بدي اطلب من الجيش بس يخفف لنا الضرر، يعني لسوريا. يحمينا. ايه يحمينا. بدك تيبو انتي هلأ ليش عم تبكي؟ لاني خايفة. طيب وعم تخافي تجي على المدرسة ولا لا بدك تجي على المدرسة؟ لا بدي كون قوية وقوية على المدرسة. كل الناس صاروا عم بيأكلوا شظايا وعم بيموتوا، وحتى انا عم بتضايق لما هي بيصير، وانا احيانا ما عم بقدر نام بالليل كتير ما خايف. عم بتخاف بالليل؟ عم تحلم؟ خايف كتير، ما بقدر اتحمل هيك. ما عم تقدر تتحمل؟ عم تحلم؟ عم ترجع تتذكر نفس ال... طيب بيضل عندك شعور انه انت بدك تضل تجي على المدرسة ولا طبعًا. كمان بتخاف؟ طبعا. ماما عزم ما كان ابنه عرفان شي، بس كان عم بيركض ويلعب، ما كان صاير له شي، ما عرفان بس هيك بده يلعب. وهلأ صار انه اشتق له ابوه عمي، صار انه ينادي له وين ابي وين عمي، ضل هيك ينادي له وضل عم يبكي بس بده اياه. هو شو ذنبه؟ طيب يفقد ابوه عمره سنه ونص. انا بس رح اقول شيء واحد، انه ما في حدا عم يحمينا بكل هالبلد غير الجيش. بس بدي اقول شغله واحده، انه ان انضربوا علينا بس نحن بنضلنا صامدين والجيش عم يحمينا ونكمل دراستنا. لازم انه ما نضل انه نعرف بالطائفيه، انه هذا دينه غير ديني، ما لازم نكره بعض اذا هي دينه غير ديني. انت اخترت دينك؟ لا الله ليه، هذا الدين محمد. انت ولدت بعائله كان لها دينه، ما هي والدين كلياته هو انه نحب الله. أول شيء الدول الأوروبية نوقف القتال، وخصوصاً الأولاد والنساء، إنه نحن يعني نحن ما زلنا شيء، نحن ما عملنا لهم شيء لحتى هن عم بيقتلوا فينا لهالدرجة. وبعدين يعني سوريا ما بتستاهل هالشيء، يعني أصلاً سوريا كانت كل ما يصير شيء حرب هي كانت توقف جنب كل الدول، بس هلا ولا دولة قدرت هالشيء، كلهم نسيوا المعروف تبع لسوريا. بس الله يسامحها. في بعض الدول عم يحرضوا الجهاديين لحتى يدمروا ويقتلوا، في أطفال كتير عم تموت وناس حرام لازم يعيشوا، لازم حقهم، ما لازم ينقتلوا، لازم يوقفوا العنف بسوريا. بتمنى Thank you.
was number four ranked for her peaceful living. That's why our God we thanked. And then, what has become of us? From the four corners of the earth, they came with their alleged freedom and democracy to destroy our land of fame, bringing in their weak legacy. 500,000 children are left without school and destroyed all while their heads are cool. أنا تهجرت من مدرستي. أنا تفجرت مدرستي. أنا فقدت رفيقتي. أنا فقدت عمي. أنا تهجرت من بيتي. من حقي يكون لي بيت وأسرة. من حقي أتعلم. من حقي أعيش بدفء وفرح. من حقي الرعاية الصحية. وأنا من حقي صلي. من حقي يكون إلي هوية. من حقي يعيش بأمان. من حقي يعيش بسلام. من حقي يكون إلي وطن. بكفي بكفي بكفي. أنا اليوم صار حقي إني أعيش. لازم أعيش. الحرب صارت على المدارس والأطفال. مين بده يعطيني حقي بالحياة؟ مين بده يوقف القتل والدمار؟ مين بده يسمعنا؟ بعد ما تحارب عنا، لا تهدموا مستقبلنا، لا تسرقوا وطننا. أعطونا الحب والسلام وأعطونا الطفولة.
sauver l'enfance. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My dolls are waiting, my friends are praying, small hearts are beating. Give us the child, give us the child, give us the child, give us the child, give us the child. Please, please, give us the child. عطونا طفولي, عطونا طفولي, عطونا طفولي, عطونا, عطونا, عطونا السلام. يا أسياد العالم فيه نحن أطفال صغار, الحب هو عنا لكم دمار, الحرب مو على الأرض, الحرب بالأفكار, كل ما انجرحت سوريا بتزيدونا إصرار, نصلي لله الحمية ويرجعوا صغار, يمكن تفهموا معنية الأرض أسرار كلنا نحتموا فيها ووسعت الزوار, واليوم بتاخ خانوة وشعل فيها سوريا, ما منخاف عليها سوريا أم الكبار والصغير, مهما ارتفع ما بيكمل المشوار, وما في ليل يمرق إلا ما بعده نهار. يا أسياد العالم فيكم إحنا ما عدنا صغار. Masters of the world, wake up. We are only youngsters. Don't behave like gangsters. Peace is what we have in possessions. War is what you mean and the destruction. The more Syria is hurt, the more determination we have. We pray God, my Syria protect, and you are condemned outcast. Syria is the land of secrets, with enough room for all her guests. Now numerous are those who betrayed her and started an illegal war against her. Despite all of frustration, we aren't worried about Syria. Syria has introduced a great man into the whole world. But those little demons will fail, and the day of justice will prevail. Masters of the world, wake up. Your game is over. Youngsters, no more we are. Now we are grown-ups.